أنتم تستمعون إلى أحلى FM. شو بتعرف عن الاقتصاد؟ وشو بتعرفي عن الاقتصاد؟ شو بتعرفوا عن الأسعار وعن السياسات والقرارات؟ أنت الاقتصاد، أنت الاقتصاد، لنعرف أكثر عن الاقتصاد. شعارنا في برنامجكم المحاور الاقتصادي، معلومات أكثر، خيارات أكثر، حياة أفضل. في كل خميس تمام الساعة 2 بعد الظهر سأكون معكم أنا طلعت علوي في برنامجي الأسبوعي المحاور الاقتصادي وعلى أثير أحلى FM. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من المحاور الاقتصادي. كما في كل خميس من الآن وحتى الساعة 3 وعلى أثير أحلى FM سأكون معكم أنا طلعت علوي في لقاء جديد ومواضيع جديدة من برنامج المحاور الاقتصادي. وعلى هامش الحلقة اليوم، أين يتجه قارب الاقتصاد؟ انتكاسات وأزمات وموازنات وضعف في السياسات. هل من منقذ لما تبقى من مقومات الاقتصاد الوطني؟ وأين برامج الحكومة ورؤيتها في تطوير الاقتصاد والتنمية؟ للحديث عن هذا الموضوع اليوم وجل الهموم الاقتصادية اللي بيعاني منها الوطن، معي ضيوفي من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية الباحث فراس جابر، أهلا وسهلا، والباحث إياد الرياحي كمان معي في الاستديو، أهلا وسهلا اليوم من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية. وخلينا في الاجتماعية والاقتصادية وندخل على مرصد هذا التعبير صراحة اللي أنا يعني عجبت فيه من البداية، لأنه البلد واضح أنه كل كبيرة وصغيرة بدها رصد، بمعنى لا. أكثر من قضية مركز بحث ولا أبحث عن شيء معين، أنت بحاجة حتى أنك ترصد قرار لو صدر، بحاجة أنك ترصد سياسي لو أعلنت، بحاجة أنك ترصد خطة عمل. كما تعلم يعني الكثير من خطط العمل اللي سمعنا عنها وخطط ثلاثية ورباعية وخماسية والنتيجة كانت صفرا مكعبا، فكان لابد من رصد هاي القرارات على قاعدة القيمة المضافة، قاعدة أنه نقدم رأي مخالف على وعسى صاحب القرار وصانع السياسة في البلد أن يقرأ ويرى أين سياساته ذهبت منه. أهلا وسهلا فيكم. طيب نبدأ من الخبر الطازة ألا وهو الموازنة، حديث الشارع، أو خلينا نقول حديث بعض الاقتصاديين كمان، على اعتبار أن الشارع بعتقدش أنه يعني شايف في عنده بريق أمل هالموازنة يتغير عليها شيء. الدين العام عم بزيد والعجز عم بزيد والموازنة ما شاء الله تعالى يعني الحمد لله أخذتنا إلى 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 حيث ما إلى حيث لا نريد. أعلن عنها أخيرا، طبعا أنا حاولت خلال الثلاث أشهر الماضية أني أعمل شيء عن الموازنة لكن كان في هناك حجب عن المعلومات حول قضية الموازنة وما كانش في حدا من المسؤولين خاصة في المالية بده يطلع يحكي عن الموازنة. الآن الحمد لله انفتحت الأبواب وتعالوا يا جماعة الخير بدنا نحكي عن الموازنة، لكن شو اللي طلع معنا؟ نبدأ مع الحكي بالموازنة. نعم نبدأ مع إياد لنشوف موازنتنا يا سيدي وين رايحة. هو الحكي بالموازنة بالمناسبة في مشروع موازنة، ما فيش حكي عن موازنة ضمن برامج، معنا في النفقات الجارية والنفقات التطويرية، في ثلاثة أو أربع بنود هن الموجودات على أجندة الموازنة، وهذا اللي طرحته وزارة المالية بآخر لقاء لها مع مؤسسات المجتمع المدني. فبالتالي ما بنحكي عن مشروع عن موازنة جاهزة ممكن عرضها على مجلس تشريع اللي هو حقه يقررها بظل غياب المجلس التشريع الحالي، بس بنحكي عن
موازنة لنفس الارتهانات السابقة. ما تغير إشي على موضوع الموازنة من حيث أنه أولا هي موازنة ضرائب، ومن ناحية ثانية هي موازنة مساعدات خارجية، بمعنى في اعتمادية أكثر لسا على المساعدات الخارجية، وهذا بقودنا بجوز لنقد طول السنوات السابقة خطاب الاستقلالية وتخفيض الاعتماد على التمويل الخارجي والمنح الخارجية، من لكن الموازنة مصممة على مساعدات خارجية بتقارب 800 مليون دولار اللي هي هاي من المساعدات الغربية، عدا عن المساعدات العربية اللي ما فيها انتظام فيش عليها ضمان. بالتالي فكرة الاستدامة أو فكرة الاستقلالية المالية في الموازنة هي مازالت معدومة، بمعنى كل خطاب الحكومة السنوات السابقة حول الاستقلالية المالية في مشكلة جدية، وفي مدى وكمان مشكلة في مدى التزام المانحين بتمويل هاي المسألة. من ناحية ثانية هي زي ما حكينا بفرص توسع بالقضية، هاي هي موازنة ضرائب، معنى إنه الموازنة مبنية على مدى حسن نوايا الإسرائيليين حاول تحويل أموال الضرائب للحكومة الفلسطينية، بالتالي في سلوك سياسي فلسطيني لازم يكون منضبط نوعا ما حسب طلب الإسرائيليين والأمريكان حتى يتم تحويل أموال الضرائب بانتظام. وبالتالي كل خطاب الحكومة حتى السياسي على موضوع احتجاز أموال الضرائب هو كيف تضل هاي السياق أن إسرائيل تفرج عن أموال الضرائب، مش في آلية ثانية للتخلص من الابتزاز الناتج عن احتجاز الأموال الفلسطينيين. نعم نعم. طيب فراس، يعني بدي أرجع معك بصفتك رئيس حكومة، بدي أعتبرك بهلا بحكي معك كرئيس حكومة. يا سيدي صار لك سنتين بتقول اكتفاء ذاتي، وقبلها قلت لنا في عنا خطة إقامة مؤسسات الدولة وإنهاء الاحتلال. لا شفنا إنهاء احتلال ولا شفنا اكتفاء ذاتي. قلت بدك تشيل قضية المساعدات الدولية بالرغم أن العالم كله يتلقى مساعدات من بعض على قاعدة التبادل والتجارة والعلاقات الاقتصادية والمصالح والروابط السياسية وخلافها، ومع ذلك استمريت بكونك بتجبي ضرائب، بكونك بتاخذ مساعدات، وموازنتك الآن كما يقال هي أم السياسات. الموازنة هي أم السياسات. ورجيني موازنة أي دولة في العالم بقول لك شو سياسة هاي الدولة، بقول لك هاي الدولة وين رايحة بناء على 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 موازنتها. موازنتك يا سيدي كلها ضرائب ومساعدات، شو اللي تغير ولوين راح تروح فينا هاي السياسة؟ يعني بالمنطق العام هو في هناك حديث عن موضوع كل موضوع الضغطات ومحاربة الاحتلال وعدم التزام العرب حتى في تحميلهم في جزء من مسؤولية موضوع المساعدات العربية، توفير شبكة الأمان في الموضوع، وما يتم توفير نقد ذاتي لكل منهج إذا بدي أحكي بصفتي رئيس الوزراء، هذا الأسباب اللي بتم وضعها بالإعلام. هذا الجواب التقليدي. نعم هذا الجواب التقليدي. إنه موضوع. وخلص نقطة وسط رجل. يعني العمق أكثر في موضوع الموازنة كيف حكيت هي إيمو السياسات، لا تجد أي بند واحد واضح حول موضوع إنه إنه في هناك سياسة أو إنفاق نحو موجه نحو تصنيع نحو إنتاج نحو مشاريع إنتاجية، وبالتالي استمرار لموضوع لعب القطاع الخاص دوره الهائل في موضوع قيادة التنمية، والقطاع الخاص رفع ايديه في البلد، حكى انه احنا يا عمي ما توقعوا منا اكثر ما نعمل حاليا. القطاع الخاص سيدي من يعني من شهر واحد انا بلتقي فيه اعلنوها رسميا، يعني انا بحكي عن طبعا قادة القطاع الخاص، ما في استثمار 2013. نعم. ما في ولا قرش جديد. هم بالاجمال احنا نعرف، احنا هذا يمكن نقاش في مجال اخر، انه القطاع الخاص عمليا بيستثمر قطاعات امنه، قطاعات غير قابله للخساره، وبالتالي هم عندهم اشباه احتكار مع دعم حكومي عالي، نتاج قانون استثمار وقوانين اخرى كمان، وهذا برضه كمان مجال جدل. وبالتالي القطاع الخاص من ناحيتين بيلعب دور، الناحيه الاولى هو تسديد الضرائب والجمارك اللي عليه، والناحيه الثانيه هو توفير فرص عمل. لكن نرجع الحكومه نفسها، الحكومه ما بتحط اي خارطه صناعيه، يعني بالعاده في اي دوله ناميه او بدها تتطور بيكون هناك وضع سياسه صناعيه، سياسه تصنيع، سياسه انتاجيه. في تركيا، في ماليزيا، حتى في مصر هناك هاي السياسات اللي بتم اساسها نظر لشيء خماسي. الموجود عندنا احنا هو بندين زي الفضل اياد، بند رواتب واجور، وهو بند هائل جدا متضخم، نحكي عن حوالي حاليا مليار و934 مليون دولار للسنه هاي. زاد عن 50% السنه ولا اقل من 50%؟ كان 56% 7% تقريبا زياده، يعني احنا بنحكي عن له اكثر من 50%، اكثر من 50% اعتقد، من كان 56. نعم. اجمالي النفقات هم بيحكوا عن 3 مليار 710 مليون، يعني بنحكي عن 1.9 هو اكثر، يعني حوالي 55 تقريبا
في المية، بيحكوا عن نمو عن سنة 2012 5%، النمو بيجي بيحكوا عن علاوات، يعني علاوات هي 3% تضخم، بيجي بيحكوا عن 1.25 علاوة سنوية و75 أعشار تعيينات ترفيعات. هلا لما تيجي تحلل على مستوى التفصيل في الموضوع الصلاعات، بتكتشف انه موضوع الرواتب باستمرار هو تصاعدي، يعني ما في اي سنه موضوع الرواتب والاجور عم بوقف عن حده، دائما عم بيرتفع. احيانا بتم يعني ادعاء تضخم، احيانا في موضوع علاوات اخرى، لكن بتم استعاد اعداد كبيره من الناس وبتحمل مزيد من التحملات الغريبه على الموضوع. اذا نحكي احنا عن موازنه مشكله من بندين، بند رواتب، بند نفقات جاريه وتحويليه كيف بسموها كمان في الموضوع. هاي موازنتنا الفلسطينيه، ما في عندنا اي بندات، لان احنا بسموها موازنه تطويريه، هي تعهدات المانحين نحو مشاريع سواء كانت بنيه تحتيه في قطاع التعليم او في قطاع الصحه، يعني بالاخير هم بيتم جمعها في السله، بسموها انها موازنه تطويريه، لكن باساس احنا لسنا نحن من يقرر فيها، وان كان يتم التشاور مع الحكومه احيانا في اشكال المشاريع. طبعا في هناك مولين لا بيشتغلوا باجندتهم الواضحه في الموضوع هذا. فاذا نيجي نحكي عن على الاقل بند واحد ميزانيه وخارج تحكم السلطه، اللي هو الموازنه التطويريه، واللي هو مهم. البندين الاخريات هم الرواتب والنفقات الجارية، هدول إذا بيحكوها معطى ثابت، يجب تصرف على الرواتب وتصرف كهرباء ونفقات تشغيلية وتحولات لأسر الشهداء والأسرى وما شابه ذلك. فإذا نحن نحكي عن الميزانية عام 2013، ما فيها أي رؤية للخروج من الأزمة الحالية، سواء كان مستوى الاقتصادي المالي، بالعكس هي هاي بتعمق الموضوع، يعني رفع الموازنة بأرقام أعلى من السنة الماضية وبعني أنه تحميل عبء آخر على المواطنين. لما نيجي نستعرض ارقام الضرائب يمكن لاحظنا كمان كله في ازدياد ما شاء الله. نعم الرسوم في ازدياد وتحصيل الايرادات المحليه من خلال المواطن نفسه، جبت المواطن نفسه. طب هنا برجع لنقطه اياد، قبل ما ندخل في موضوع التقشف، البعض يدعي انه الازمه مفتعله او مختلقه، وانه بامكان الحكومه لو ارادت انها تمشي الامور وتمشيها، لكن يبدو في تبعات ليست اقتصاديه وليست ماليه تطلبت في هيك مرحلة إنه يكون في أزمة أو ملامح أزمة، أو مرة تشد ومرة ترخي، مرة يعني بتتلقى الدعم بدها إياه، مرة بتقول بدي مرة ما بديش. تقديرك هذا الحكي له أساس من الواقع بصورة موضوعية؟ يعني لا هو في أزمة، يعني من ناحية إذا في أزمة أو فيش أزمة، وفي أزمة، بس اللي صار هو على كيف التعامل مع هاي الأزمة، وبالتالي الحكي عن أرقام الأزمة هو عمل كل البلبلة في البلد، لأنه آخر لقاء مع الأستاذ فريد غنام في وزارة المالية أو مدير عام الموازنة في السلطة الفلسطينية، كان الحد الأقصى للعجز 600 مليون دولار في حالة أنه العرب ما التزموا، يعني في حالة أنه العرب ما التزموا بالتحويلات البالغة 300 مليون دولار اللي هي بتعهدوا فيها للسلطة، العجز راح يصل ل 600 مليون، بالتالي احنا بطلنا نحكي عن عجز بصل مليار دولار، وبالتالي بتحكي عن رقمين مختلفين. يعني جرى اللي هو تضخيم الأزمة، وكأنه الحكومة والسلطة هي مقربة على مرحلة الانهيار الاقتصادي، وبالتالي هذا أثار كثير من البلبلة في البلد وكثير من النقابات اللي احتجت، وشهدنا طول الفترة الماضية اللي هي مسلسل إضرابات سواء للعاملين في النقابات الحكومية في الوظيفة العمومية أو بالمهن الصحية كمان، واليوم نقابة المهندسين. بالتالي اتخذت البلد على زاوية من البلبلة نتيجة تضخيم أرقام العجز، وهذا اللي أخذ حكي الناس والتصريحات اللي بقودنا على موضوع أصلا التكشف والإجراءات اللي انطرحت لموضوع التكشف. يعني عندنا كل أزمة بتصير في البلد إذا بتراقب من بعد 2006-2007، نحكي على قانون التقاعد المبكر اللي هو الحل السحري اللي لازم يجاوب للحكومة على أزمتها المالية، وبالتالي في دائما حكي مستمر عن خروج حوالي 25-26 ألف موظف من القطاع العام، عشان هاي السياسة تمررها. وبرأيي هنا الخطورة أنه عشان تمرر مسألة التقاعد المبكر كان الإغراء فيه أنه تقدموا اختياري للناس، وبرأيي هاي السياسة اللي هي راح تكون كارثية، بمعنى أنه إذا أنت عملت التقاعد اختياري، أولا ليش التقاعد راح تعمله؟ أنه أنت بدك تتخلص من الوظائف اللي هي بتعتبرها عبء على القطاع العام والوظائف اللي غير مجدية. بس إذا أنت فتحته كمان بشكل اختياري، شو بمنع أصحاب الكفاءات اللي بيشتغلوا بالقطاع العام أنه هم
ينتقلوا يطلبوا تقاعد مبكر، بالتالي انت بهاي الحالة بتزيد اصلا الضغط على سوق العمل نفسه، لانه هذول الناس عندهم الخبرة وعندهم المهارات اللي هم يطلعوا وينافسوا سوق العمل في المرحلة الجاية، عدا عن تبعاته الاقتصادية الثانية اللي هي متعلقة سواء بالضرائب على النمو الاقتصادي بشكل عام. والأهم من هيك اللي هي اللي انطرح كمان وأثار بلبل اللي هي اقتطاع العلاوات وتخفيض بمعنى المس بفاتورة الرواتب، إنها هي الحل السحري اللي راح ينقذ الحكومة من أزمتها. وبالتالي شفنا التصريحات المختلفة لوزير المالية كأنه في هناك صراع بالحكومة ما بين الضغوط السياسية على الحكومة وضغوط الإضرابات، وما بين التقنيين والفنيين في الحكومة اللي بشوفوا لازم بشكل طارئ نمس بفاتورة الرواتب. وبرأيي هذا راح يطلع ناس كثير كمان على دائرة خط الفقر، لأن احنا ما بنحكي عن رواتب المتوسط هي كثير عالية بالقطاع العام، نحكي عن فئة من الموظفين. كمان اللي حكاه فراس وأشار إله اللي هو التوظيف بالقطاع العام، يعني احنا بننتبه اليوم انه في 1000 وظيفة مثلا على موازنة 2012 او نهاية 2012 كان 1000 وظيفة في قطاع الأمن، وهي كان عليها احتجاجات ونقاشات مع مسؤولين في وزارة المالية. بالتالي كان الحج اللي أسقطها الحكومة انه في مخرجات للجامعة الاستقلال اللي هي الجامعة الأمنية التابعة للحكومة، بالتالي في خريجين، الخريجين وين بدهم يروحوا يشتغلوا بالأمن؟ ما فيش إلا خيار بالقطاع العام. وبصير السؤال هين مين اللي قرر يستثمر في مؤسسة أمنية مثلا يدفع حوالي 25 مليون شيكل بالسنة لجامعة أمنية تخرج ضباط أمن؟ إذا جهاز الأمن في البلد بيحتاج، هاي مسألة ثانية. كمان صعب أنت تناقش موضوع التقشف بشكل عام دون ما تطب في الأمن، بمعنى اليوم التبرير بالأمن أنه إحنا ما بنقدر نطب بالأمن على اعتبار أنه قطاع توظيف. طيب ما هي في قطاع توظيف كمان في نفقات تشغيلية لقطاع الأمن، أنت بتحكي عن 70 ل 78 ألف موظف في قطاع الأمن، شو الكلفة التشغيلية لقطاع الأمن؟ كمان هاي اللي بتم التغطية عليها، بمعنى أنه ممكن توحيد مقرات أجهزة تشغيل، بس ما في إقناع للمواطن العادي. يعني كان امبارح في أكثر من موقع نشروا وثيقة عن صادرة عن جهاز الأمن الوطني مثلا اللي بطلب مساعدات بأكثر من سيارة 100 سيارة جي أم سي، يعني بتفهمش كمان شو الحاجة ل 100 سيارة نوع جي أم سي لضباط أو جنود في جهاز الأمن الوطني. كمان هذا الموضوع للناس مش راح تخبيه، إذا بنحكي كل ثلثين الموازنة هي موازنة ضرائب، معنا كمواطن اللي الحق أسأل وطالب إنه لما بصير الحكي عن تقشف أول إشي لازم يتم التقشف فيه هو الجهاز الأمني، بمعنى بطل مبرر أو مقنع خطاب الحكومة إنه هذول هم من الأسرى. إحنا بداية عفوا يعني في رأس إياد أسف، إحنا ما عندنا خطة تقشف بداية، يعني لما بتواجه المالية بأي شيء له علاقة بالتقشف بقول لك إحنا عندنا تقشف، طب أعطيني خطة التقشف، يعني أعطيني أرقام، قل لي أنا بدي أتقشف في هذا البند بوفر 10 قروش، هذول 10 بدي أوفرهم في المكان الفلاني، بعد 3-4 سنوات أنا بوصل لهي النتيجة. المصيبة إنه أنت ما عندك أصلا خطة تقشف معلنة وواضحة وشفافة قابلة للنقاش اللي تقول فعلا يا عمي الجماعة قاعدين بيشتغلوا خلينا نوقف معهم بهالمرحلة هاي، لأنه هيهم يعني أكثر من هيك ما بيقدر يقدموا. لكن حتى اللحظة في حديث عن التقشف، لكن ليس هناك دراسات أو وثائق أوراق على الويب سايت يا أخي، على أي مكان في العالم تلاقي إشي اسمه خطة تقشف للحكومة الفلسطينية. أنا هاي بنودها، أنا قصدي طلعت اللي هي لما تحكي عن خطة تقشف أو خطاب، خلينا نسميه كل الحكي عن خطة التقشف اللي هو بتجاوز موضوع الأمن. يعني ما بتسمع رئيس الحكومة بيقول عنا جهاز الأمن متضخم وتكلفته التشغيلية كثير عالية، وإحنا في البلد بصراحة مش كثير بحاجة. يعني ما هو ده بدك تأخذ عن نقاش كديش الحاجة الفعلية، يعني أنا كمواطن بدي جهاز شرطة قوي وفاعل، وإذا صارت جريمة يقدر يمنحها. صحيح. أو إذا بالآخر في عنا تضخم بعدد الأجهزة الأمنية اللي هو غير مبرر للناس، بمعنى أنا فكرتي أنه أنت ما بتقدر تمرر خطة التقشف بدون ما تطب في قطاع الأمن، بطل الخطاب مقنع يعني كثير أنه أنت تقول هذا قطاع تشغيلي. هذا اللي بمنع يعني هيك إياد، يعني جزء الموضوع فراس أنت تحكي عن 37% تقريبا نفقة الأمن في الموازنة. يعني تحكي عن حوالي رقم بين 1.3-1.4 مليار دولار كلفنا الأمن سنويا. فانت بتحكي انت بتحكي اي تخفيض جدا في الامن بلغي جزء كبير من العجز اولا،
وبالتالي بين اثاره بشكل واضح على الأرض. طب هي الدول عاده قديش بتنفق على القطاع؟ مزبوط اسرائيل يعني 7% يعني 7% 10% من الناتج يعني 7% 7 مليار يعني. هم بيحكوا ارقام، هم بيحكوا جزئين، في رقم بيتخذ من الموازنه، في رقم بنحكم الناتج المحلي والحوار. بس اذا حتى اخذنا الرقم على الناتج المحلي، الرقم بوقف على 18% من الناتج المحلي، وهذا رقم مرتفع جدا بكل مقارنات الموضوع. والنقطه الثانيه انه هذا الجانب كانه هو مقدس، يعني يمنع الطب فيه او حدث فيه. احنا على الاقل ندعي كباحث انه احنا عندنا الحق انه نطلع على حجم مصاريف كل قطاع العام بالتفاصيل يعني، وفينا وقتها نناقش انه هل بلزم كل هاي النفقات تتم في الامان، هل يمكن اقتطاعها والتعايش معها من قبل هاي الاجهزه حتى يتمكن المواطن الفلسطيني انه ياخذ حقوق في موضوع التعليم والصحه وغيرها. يعني بالاخر المواطن العادي الامن هو مش فكره العسكري، الامن هو امن اقتصادي والمعيشي، وهذا احنا لحد ما اخذنا عبره فيه بكل موضوع البعد العربي. كان عندنا السنه الماضيه احتجاجات قويه بتتذكر انه في موضوع ارتفاع الطاقه والغلاء المعيشي والموضوع. اذا الامن المعيشي هو امن من امن موضوع الوجود العسكري في الشارع كمان. طلعنا عن احتلال، يعني عندنا احتلال، احنا ما بننسى الموضوع انه احتلال اي لحظه بيقتحم بعتقل زي ما هو موجود هلا، وعن حاليا في ضربات الاسرى. اقترحته الماليه على الاقل كشعار عام لموضوع التقشف هو ثلاث خطوات. الاول اولى زياده الايرادات، بمعنى الضغط بس على هذا المواطن. بس هذا مش تقشف، لا هو عشان عجز. زياده الايرادات ما لها علاقه بالتقشف، عشان موضوع العجز. هم هيك بيطرحوا الموضوع، هذا للعجز، العجز لانه الايرادات هو تحصيل من 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 الموظف. التقشف تخفيض النفقات، بيحكوا انه احنا موضوع السفريات، موضوع وقف التعيينات، وقف العلاوات. طيب تجي انت على اتفاقين نقابيات، يعني بدك انت عن في مشكله انه في مشكله عدم نزول الراتب، عدم انتظام الراتب، وفي مشكله اضرابات قطاعات مهنيه ووظيفيه، كل البلد مضرب. اذا كل البلد عملوا اتفاق مع نقابه المهن الصحيه، في اتفاق على تشغيل 1000 موظف صحي جديد، في اتفاق على موضوع علاوات، اذا في تكاليف جديده. عقدوا اتفاق مع المعلمين، في اتفاق على موضوع قانون الخدمه المدنيه والعلاوات واول مربوط الدرجه، اذا كمان في تكاليف اضافيه. اذا انت بتحكي من ناحيه انه انا في عندي تخفيض نفقات، ومن ناحيه ثانيه انت بتبرم اتفاقات لزياده تكلفه الرواتب والاجور. طيب تيجي على البند الثالث، هو موضوع البحث عن مصادر التمويل. اذا برايي اللي بتم عمله هو وضع التقشف كتغطيه، تغطيه فقط، نحن نحاول نتقشف فقط. لكن الفكره هي اساسا هي موضوع البحث عن تمويل والضغط على المانحين الاوروبيين والامريكان حتى يدفعوا التزاماتهم العرب بشكل او باخر، ومن ثم ضغط على المواطن الفلسطيني. اضغط عليهم ليش يا سيدي؟ فراس اضغط عليهم. انا قبل 10 سنوات، قبل 5 سنوات من اليوم، اطلقت خطه، قول بال2009 تحديدا بشكل رسمي، اطلقت خطه قدام العالم كله، قلت لهم انا بال2011 ما بدي اياكم، انا مستغني عنكم يا عمي، طالق بال13، طلقنا الاتحاد الاوروبي وطلقنا الامريكان واليو اس ايد وكل الجهات المانحه، وقلنا لهم يا جماعه الخير، احنا جماعه تحررنا، احنا جماعه عندنا ارض وعندنا سياده وعندنا حدود وعندنا كل شيء، وبدنا نكتفي ذاتيا، وموازنتنا ان شاء الله خلال سنتين من اليوم راح تصير زي قطر. تمام سيدي. الآن اللي عم بصير العكس تماما. أنت كل ما أسألك سؤال بتقول لي المانحين مش ملتزمين. طب ما أنت نفسك قلت للمانحين أنا ما بدي منح. أنت نفسك حطيت خطة مكتوبة وأعلنتها، أعلنتها جهارا نهارا، قلت أنا ما بدي منح، أنا زلامة بدي أجبي من شعبي، وشعبي مستعد يوقف جنبي لأني بدي أبني دولة على رأسي. هذا الحكي بعتقد شوي اثنين بيتفقوا عليه، إذا كان التوجه فعلا أني أنا بدي أدفع ضرائب وأدفع رسوم عشان أشوف وطن حر، في ناس عايشين بحرية وعندهم الأمن الاقتصادي كما ذكرت، والأمن المالي والأمن الاجتماعي هو على رأس كل شيء قبل ما نحكي عن أي أمور أخرى. فالآن أنت يا سيدي بترجع برضو للمانحين، وكل شوي بتحكي لي أنا ما بدي مانحين. هذا جانب. الجانب الثاني اللي بدي أرجع فيه لأياد، أنت يا سيدي عم ترفع الرسوم وعم ترفع الضرائب، ومع ذلك أنا مش عم بشوف منك أنك عم بتحل مشكلة اقتصادية. بمعنى أنا بدفع رسوم وبدفع ضرائب، ومنها طبعا الرسوم غير قانونية أصلا، ماشي الحال، وبدفع ضرائب، عندي 17% وعندي ضريبة الدخل، عندي أنت 250 مليون دولار سنويا بتجبيهم مني كرسوم، الوكالة الدورية اللي مبارح كانت 100 دينار هلا صارت 300 دينار، بيأخذ 30 دينار على كل توقيع. أنت رفعت كل شيء ما عدا كرامتي، أنت رفعت كل شيء ما عدا أمني الاقتصادي وحياتي، اللي الأصل أنت كحكومة حسب ما درسنا، حسب ما درسنا ويبدو كانت مدارس مش يعني فيها خلل معين بتعليمنا، انه الحكومه مسؤوله عن ازدهار الشعوب، مسؤوله عن توفير الرفاهيه للشعوب. وين الرفاهيه يا سيد فراس ويا سيد اياد؟ يعني من ناحيه بدك منح ولا بدكاش؟ وبرجع لاياد في موضوع الضرائب، رفعت الضرائب بس ما في عندي اي امانه اقتصاديه نهائيا. تفضل فراس. المشكله انه وجود اي اقتصادي بمعنى انه حط معادلات
رقمية، إنه أنا إذا بعمل كذا بنتش كذا، هذا التم في الحكومة، ما تم تخطيط لموضوع التنمية. التم إن إحنا حطينا رقمين، نحن نرفع موضوع الإيرادات من استثمار أجنبي بالتالي بحسن النمو، النمو بين إيرادات أكثر للحكومة خلال ضرائب والجمارك بتنشط السوق، بطل في حاجة للمنحين والممولين. وهذا هذا أقل الدعاء الرسمي بوثائق الحكومة من 2007-2008 بأول خطة اقتراحها في الموضوع. اللي صار بالآخر في الموضوع هذا انه اللي فكر الاقتصاد هو اقتصاد رياضي، ما ننسى انه بالاخر كمان في ناحيه الاحتلال، وبالتالي عندك في نوع من الصراع السياسي كمان هو الاهم في هذا الموضوع. فشل في اداره الملف، خلينا نحكي بشكل واضح كمان في الموضوع، فشل ورفض انه يتحمل مسؤوليه فشله في الموضوع، رفض انه يستقيل، حكى انا هذا المنصب انا تكليف، وبالتالي حتى الناس ضدي انا برفض ان انا انسحب من هذا الكرسي. هذا الكرسي انا متطوع يا سيدي، انا قاعد عليه، انا متطوع، انا قاعد عليه، فانا حضرتي ما ينفعش اكون رئيس وزراء انه في حدا بمسك في الموضوع. الاهم من هذا الموضوع انه اللي صار بالاخر انه كل رفع الرسوم هو ارتفع، يعني احنا بنحكي عن الضرائب المحليه زاد حوالي 300% خلال سنوات، يعني نسبه التحصيل، نسبه الضغط على الناس في الموضوع زاد، موضوع التحصيل الايرادات المقاسه، لكن بالاخر ما انتج النمو، لانه النمو بالاساس اصلا هو فقاعه، بمعنى انه لما تم اقتراح موضوع النمو 10% هو كان نتاج بالاساس مساعدة المساعدة الخارجية بتصب على المشروع الفلسطيني، بنلاقي احنا بتطلع عمارات بتطلع سيارات، فكرنا احنا صرنا في وضع دولة خليج، نسينا انه عندنا احنا ارض زراعيه عم تتاكل. هلا بنحكي عن 900 الف دنم مزروع فقط من اصل 1,600,000 دنم في 67، منيح يعني الناس تقدر احنا نتراجع. بنحكي عن التصنيع اللي صار نسب مساهمته في الناتج المحلي 11 و12%، بعد ما كان ارقام عاليه جدا في الموضوع في الخليج، في نفس بعيته من موضوع الصناعه، موضوع الاستيراد الخارجي اللي غير مقنن من قبل الحكومه ودمرته. اذا حطوا معادله، المعادله فشلت، فحكوا احنا نشحن مسؤوليه، احنا نحملها لانه فيش الزام عرب شبك الامان، في ضغط الاحتلال، لانه اكتشف الاحتلال في يعني بين الاحتلال في لحظه واحده، انه ما كانش موجود احتلال قبل هيك، في احتلال ممكن يمنع المقاصه، في احتلال ممكن يسكر المعابر، في احتلال ممكن يحجز النقود اللي صار. فاللي صار برايي هو محاوله بيع الوهم للناس، بيع الوهم للناس معنى انه احنا نبني مؤسسات الدوله بتاع الاصبر وتحملوا، ما في داعي لاي مشروع جدي سياسي او نضالي من ناحيه ثانيه، وبنحنا نبيع الوهم للاوروبيين والمانحين، وهم طبعا متواطئين، يعني في تواطؤ في الموضوع هذا، انه انا ممكن احقق الاستقرار اذا تم تمويلي من اجل وضع اسس لمؤسسات الدوله وتشغيل الناس. ففشل المحاولتين، فشلوا بالاخر. لما تيجي تحكي لهم طيب احنا تعالوا يا سلطه فكروا في شيء جدي، ايقاف العمل باتفاقية باريس، احنا نحكي عن نضال، نحكي عن ثوره، وقف هذا العمل، نحكي احنا يجب تعديلها اليوم. وزير الماليه جرأ وحكى في اجتماع في الخارج يجب مراجعه اتفاقية باريس. قبل سنه كان عضو اللجنه المركزيه لفتح نبي شاف حكى يجب ايقاف العمل في ما فيش رؤيه، هو بدايه ما في رؤيه. نعم، اذا عندنا احنا قياده حتى اقتصاديه في الموضوع. بيجي الدكتور سلام فياض بيحكي احنا بنفاوض على انشاء منطقه تخليص جمرك لزياده ايراداتنا من المقاصه. إذا إحنا كانوا مستمتعين في نوع من التعذيب اللي بتم علينا اقتصاديا، وهذا تكريس أصلاً لا 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 لعدم وجود سيادة على المعابر. تتذكر كنا في نقاش حول كل موضوع الطاقة، بيحكوا إنه في هناك موانع لا 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 لجلب الطاقة أو المحروقات من الأردن أو مصر، يعني ما تفهم هاي الموانع منين جاي، مع إنه ليش ما تخفض على المواطن الموضوع. في استمتاع في إنه في احتكار كامل، في تبعية كاملة للاقتصاد الفلسطيني قبل الاحتلال، يعني ما في رهبة مواجهتها. لما نجي نحكي إحنا مقاطعة بضاعة المستوطنات، في أرقام تحكي إنه في زادوا. طيب فكرتوا نسوي خطوة إضافية بمقاطعة بضاعة الإسرائيلية كلياتها، بصفية ممنوع حد في هذا الملف. طب ليش؟ مش عن احتلال، مش عم بعاقب فيك، مش عم بحجز ورداتك، مش عم بمنع منتجاتك تدخل على الأسواق الفلسطينية على الأقل في القدس نفسها، ليش ما تسوي نفس الخطوة؟ بدي أرجع لك بهي النقطة لو تكرمت فراس، خاصة بعد قضية فلسطين دولة في الأمم المتحدة، ولم نرى أي قرار أو أي إجراء أو أي ممارسة على الأرض من طرفنا إحنا بتقول إن إحنا بلشنا نتعامل مع بعض على الأقل كدولة. قضية الضرائب إياد، يعني عطوفتك قاعد بتاخذ منها ضرائب عن جنب طرف، ما خليت ضريبة إلا رفعتها، ما خليت رسوم إلا رفعتها، في المقابل شو حققت لي؟ شو أعطيتني؟ برا أنا يا سيدي بدفع ضريبة بتلقى خدمة، أنت هون عم تاخذ مني ضريبة عشان إيش؟ إذا بدك تاخذ مني ضريبة عشان أنت تضلك عايش، فالمفروض أنك أنت موجود عشان أنا أعيش بصورة أفضل. اللي عم بصير أنه أنا عم بدفع عشان أنت تعيش بصورة أفضل وتضلك قاعد ورا كرسيك. تفضل اياد رياح. لا، هو موضوع الضرائب بشكل اساسي اللي بيعمل هاي المشكله، انه دائما الضرائب بتروح على
موضوع تغطية العجز في الموازنة، بالتالي ما بتم جبايته كضرائب من الناس ما بنعكس على الناس بصورة مباشرة، بمعنى ما بروح لمجال التطوير سواء بقطاع الصحة أو بقطاع التعليم، وهي قطاعات اليوم الأكثر القطاعات اللي بنواجه فيها مشاكل سواء على طبيعة الخدمات في القطاع الصحي أو الاحتجاجات اللي بتشوفها على صعيد أوضاع المعلمين في القطاع الحكومي. بالتالي كل موضوع جباية الضرائب هو مش الحل، لأنه كل ما زدت الضرائب راح تزيد نسبة الفقر وراح توصل ناس كثير لمستوى خط الفقر أو ما دون خط الفقر. بالتالي مش السياسة الحكيمة اللي أنت تعطيه للناس بالشمال تأخذ منهم باليمين، وهذا اللي بنشوفه في ضريبة القيمة المضافة، أنه أنت بتعطي عندك ضريبة نسبتها حوالي 15-16% حسب كيف الوضع في نتائج اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل. بالتالي موضوع الضرائب على مستوى الدخل وعلى مستوى حياة الفلسطينيين صعب الناس يضلوا يتحملوه للآخر، يعني بمعنى انه هاي ضغوط زيادة على الناس، بس الناس متحملينه يعني. لا ما هو طلع يعني احنا اذا بدنا اذا تسمح لي نضع الامور بنصابها، يعني احنا كفلسطينيين الحمد لله رب العالمين مستعدين ندفع عيش. لا هو مش متحملينه. اذا يعني بتيجي ما عندنا مشكلة ندفع. اذا بتيجي بتطلع على اللي صار بنهاية 2012 بغض النظر عن التحليل السياسي وراء الموضوع، انه في صراع شوي بين الحكومة والرئاسة وحدا بنكد على حدا بالقصة، بس لا في قطاعات اللي هي بلشت تشعر انه ما بنقدر نتحمل اكثر ضرائب. يعني اذا بتيجي على القطاع النقل، ما انا ما بتحمل بس عم بدفع بالضبط، بس هذا يعني هذا مخاطره يعني الاجتماعيه. انا بقول انا مش قادر ادفع، مخاطره الاجتماعيه كثير عاليه، والحكومه اذا ما اخذت هذا النوع بتحول كل السياق الفلسطيني لموضوع صراع داخلي. يعني كمان هاي مخاطره الحكومه لازم تنتبه لها منيح. يعني احنا ما نتصرف كحكومة وكادرين عنا سيادة وكادرين نقرر كل شكل الاقتصاد الموجود، بالتالي تحول الصراع على حقوق اقتصادية واجتماعية مع الحكومة، وبالتالي تنسى تطلع كل موضوع الاحتلال من الصورة ومن السياق الموجود. الأزمة الاقتصادية الموجودة هي أزمة سياسية، يعني احنا تصرف الحكومة بكل الأزمة السياسية كأنه واحد يجي يضربك كف انت بتضرب اللي وراك، هذا اللي بصير معنا. يعني انت مش قادر تجابه اسرائيل على المستوى السياسي او على مستوى تعديل او الغاء او تلاقي طريقة باتفاق باريس الاقتصادي، انت بتحمل الناس نتيجة العجز اللي انت بتمارسه، والناس ما بتتحمل. هاي مخاطره السياسية لقدام، انه انت بتحول كل الصراع لموضوع داخلي. طيب الناس بصيروا يشوفوا هاي الحكومة هي مشكلتهم، طيب مشكلتهم الاقتصادية، مشكلتهم الاجتماعية. طيب بس عطوفتك انت والجماعة اللي معك اللي وقع بروتوكول باريس وتبعات بروتوكول باريس، يعني ما في هلا طالب ابتدائي ما بيسمع عن بروتوكول باريس والمآسي والبلاوي اللي سبب لنا اياها، على راسها طبعا ضريبه القيمه المضافه، قيود الاستيراد، سعر البترول لازم يكون بينه وبين الاسرائيلي ما دون 15%، ضريبه القيمه المضافه بنسبه 2%. البروتوكول ستسبب بكوارث للاقتصاد، للمواطن تحديدا، للمواطن مش للحكومة. للمواطن طبعا الحكومه ما عندها مشكله، هو مصدر دخل منيح. نعم هو مصدر دخل جيد، بنفس الوقت لا ينسجم مع دخل المواطن. ها بدي ارجع لك فيها بعد ما اخذ فراس في قضية فلسطين دولة. انت يا سيدي هلا دولة ومش قاعد تتصرف كدولة. على سبيل المثال اذا كنت بالفعل قاعد تحكي كدولة، الان انت عم بتطبق قوانين يعني عفى عنها الدهر من حوالي 40 سنة، خاصة قانون ضريبة القيمة المضافة، واللي عم نطبقه الان وهو قانون اسرائيلي او نظام، بالاصح هو نظام اسرائيلي، ولسه انت عم تفرض على شعبك. طب ما انتصر الدولة يا سيدي، اقل تقدير قول انا بدي اطبق سياستي كدولة، انا بدي يعني بدي هي دخلي، هي مواردي، هي امكانياتي، بدي افرض ضرائب ورسوم من حقي اني افرضها عشان اسلك حالي وامشي اموري، بس بما ينسجم مع الدخل العام للمواطن كاي مواطن عادي. العديد من الاجراءات اللي ممكن نحكي عنها كان ممكن يصير فيها قرار جديد قد يكون بلزمه شيء من التضحية، لكن يبدو يعني ما عاد في نية او ما عندنا القدرة إن نضحي بشيء جديد أو ميزات ممكن يكون لها علاقة VIP، لها علاقة بكرت أصفر كرت أحمر، ما بعرف، أنا ما أنت عارف الميزات كثيرة، عشان أنا أحتفظ بهذه الميزات ما بقدر أخذ قرارات أواجه فيها الاحتلال وأقول له وقف عندك، أنا الآن دولة، مش من حقك تأخذ مني ضريبة، مش من حقك تعمل حاجز، مش من حقك تدفعني 152 شيكل وأنا طالع على الأردن 53 هي كانت 150 هلا 152 من 53 ما هم كل سنة ما شاء الله بطج. والمصيبة وين؟ إنه أنا كفلسطيني اللي بجبيها
وهي بالاتفاق 26 دولار يعني 100 شيكل، عم بجيب من المواطن 152 وبعطيها بالشنطة بالكامل للإسرائيلي كل يوم، كل يوم بالشنطة بالكراتين بتنحط وبتنعطى له، وآخر الشهر بنصير نقول له شلومي مشان الله حول لي النص تبعي حسب الاتفاق، وبيحول لي الثلث مش النص. إشي غريب يا أخي. طب هذا إشي بين إيديك أنت اللي عم تجبيه، قول له يا أخي أنا ما بدي أجبي، أنا الآن دولة مش من حقك أصلا تحط لي معبر يمنعني أدخل على الأردن، مش من حقك تجبي مني ضرائب ثمن مذلتي وإهانتي وكشف عوراتي أنا وزوجتي وأولادي. مش عم نتصرف كدولة يا فراس، شو اللي عم بصير؟ يعني عفوا، إذا كان الغاية من إن نكون أعضاء في العديد من الهيئات الدولية، وهلأ قاعدين نتغنى في WTO وقبلها تغنينا في WCO وغيرها، إذا كان هذه العضوية ما بدها تنعكس علينا على الأرض، شو الفايدة منها؟ لا بالعكس، عم تنعكس. يعني إنجاز، لكن شو راح نعمل فيه على الأرض؟ أنا بالآخر يمكن بس من يومين شفت ورقة صدر عن إدارة الضريبة، فشات خلص من مصدر، فبطلع إنه الترويسة هي وزارة يعني السلطة الفلسطينية الوطنية الفلسطينية، وزارة المالية، الخدم مكتوب على دولة فلسطين. فيعني هذا هاي نوع من المفارقة، إنه تحط ترويسة كيف متفق عليها والختم يعبر عنك رمزيا منه الدولة الفلسطينية. أنا برأيي الأهم هو زي ما تفضل أنت طلعت، هو إشاعة الأرض. للأسف واضح إنه الأقل بفكر وبخطط، إذا في حد يخطط في البلد هاي، هم من أصحاب مدرسة إدانة التبعية، مش المواجهة وتنمية الصمود. على الأقل كيف تتعزز صمود الناس في الموضوع هذا؟ وبطلع على كثير قضايا، منها يعني اللي ذكرته في التفاصيل الاقتصادية اليومية والمالية ومعها، ومنها بالشكل العام. يعني بالعادة الناس بسوي مثلا منطقة إنشاء منطقة تخليص جمركي، هذول الدولتين بيكونوا مثلا نعم اقتصاديا قريبات جدا من بعض، بدهم يعززوا التبادل التجاري ويخفضوا النفقات النقل والى اخره. احنا بدنا نزيد الموضوع، نجي نطلع على موضوع كل المنطقه الصناعيه المشتركه بنفس الطريقه. طلع انت على قضايا ايجابيه، مثلا تم شبك جزء من اغوار في شبكه الربط الاقليمي مع الاردن. طب ليش ما الشبكه هي تمد تكمل كل الضفه الغربيه؟ وبالتالي احنا ممكن ننزل اسعار الطاقه الكهربائيه للصناعيين، للانتاج الصناعي وللمواطنين. لا، ما تم الحديث عن الموضوع. تم شبك غزة في جزء من شبكة مصر الكهربائية. نعم. بطور الموضوع، بجيب منحة يا أخي، ما أنت بجيب منحة كل شيء، جيب منحة كمل الشبكة في قطاع غزة، وفر أسعار الطاقة، وفر طاقة في الموضوع. نفس الشيء في المحروقات. يعني إذن اللي بتم إنه إحنا بنشتغل سياساتنا بناء على رغبة المول والمنح نفسه، كمان ما في عندنا خطة في الموضوع. هلا موضوع انعكاس موضوع الدولة على الناس أقل، يجب التفكير في سياسة وطنية نحن موضوع التنمية والاقتصاد الوطني المقاوم، وعنده قدرة يصمد كمان في الموضوع. لغاية الآن إحنا ما بدعونا، إحنا وغيرنا طبعا يعني بشكل عام كناس نشتغل في التنمية وفي الاقتصاد كمان في الموضوع، إلا لما بدهم يجي يعرضوا رقم هم وطنيين فيه. يعني ما بيجي بيشاوروك في تصميم موازنة أو في تصميم خطة التنمية، بالعكس بنشغل زي الخطة الأولى شغلت مع الأجانب، يعني ما شغلت مع الفلسطينيين، بس إحنا درجمناها من إنجليزي عربي ونشرناها للناس إنه تفضلوا هي خطة تنمية لسنتين فيها مؤشرات جميلة وأهداف رائعة بلورة، الاحتلال فيها مذكور بشكل ناعم ولطيف. في الخطة اللي بعديها الاحتلال يمكن بالمقدمة مش مذكور، يعني في أسباب أهم من الاحتلال في وضعنا كمان. طيب نجي نحكي عامة عن موضوع كل ضابطة جمركية، يعني أنت قاعد بتطارد وتجارك على موضوع المقاصة، صحتين، طب كمل ورا البضاعة الإسرائيلية بتدخل على البلد هذا بدون مقاصة، وأنت عارفهم بالواحد اللي بدخلوا الموضوع، اللي بهد بضاعة مصدرات، البضاعة الإسرائيلية بتدخل في كل محل، وأنت رافض، أنت بتعرف، أنت رافض تاخذ خطوة تجاه الموضوع، وحاول ياخذ خطوة تجاه تاجر واحد في منطقة الجنوب، وقفوا تزويدهم بالحليب، رجعوا وقفوا خطوتهم، بالتالي قصد إنه في الضغط على المواطن وعدم اغضاب الاحتلال بتم بالسياسه الاقتصاديه. الغاء اتفاقيه باريس معناه هو مواجهه مع الاحتلال، وفي رغبه بعدم، وما فيش نيه للمواجهه، رغبه عدم المواجهه. اذا انت اصبحت الان دوله يجب استثمار هاي الخطوه، بمعنى انه انا عندي حق دوله اراجع على اتفاقيه بمصلحه المصلحه الوطنيه العليا. يا اخي احنا بنسميها، اذا نراجع هاي الاتفاقيه على المصلحه الوطنيه العليا والغيها، وانا بدي اطار جديد. هذا احتلال بدي ادفع ثمن احتلال، ومش انا عم باخذ مني 3% نسبه تحصيل كان هو سمسار، او عم باخذ 50% من الموضوع، او عم باخذ عشان اكون دقيق بس الرقم حوالي ثلث بوليسه تامين سياره. احنا عم نمول احتلال جزء منه، يعني في تفاصيل في الموضوع انه تامين السياره بروح جزء منه للاسرائيليين. ليش لتامين لصندوق مشترك اللي هو حدا غير منشأ، او اللي كان مفروض انه ينشا صندوق لموضوع العمال واصابات العمل اللي في ارقام يحكي عن مليارات الشواغل في الداخل محتاج عند الاحتلال. يعني شو السر هنا في هذا الموضوع؟ يعني اللي ذكره فراس بعض الهيئات الرسميه او بعض الجهات الرسميه على سبيل المثال وزير الاقتصاد الاسبق
أكد أنه التسرب المالي يقدر بحوالي 400 مليون دولار سنويا، والحكومة قاعدة بتشحد بتقول أنا بدي بس 350 مليون، طبعا حولتهم على جيبتي وعلى جيبتك، بالتالي أنا عشان أدفع ضرائب أكثر ورسوم أكثر بدي أدفع أقل لتعليمي، وبدي أدفع أقل لصحتي، وبدي أدفع أقل لرفاهيتي أنا وأسرتي. تمام سيدي، لأني بدي أدفع طالما بدي أدفع في مكان معناته بدي أخذ من مكان آخر، لأن أنا ما عندي مولد كهرباء بيولد لي فلوس. هناك مئات الملايين اللي عم بتروح عليك، وقادر أنت بسياساتك تضبطها أو تضبط على الأقل جزء منها. دراسات بالعشرات، تقارير بالعشرات بكل لغات العالم موجودة بتقول لك عندك موارد بتقدر تجبيها وتجيب منها بدون ما تحمل العبء أولا على جيبة المستهلك، وهاي الأموال موجودة تحصيل حاصل في جيبة إسرائيل. وعلى سبيل المثال اللي ذكرنا اللي هي ضريبة المغادرة، حتى الآن 160 مليون شيكل بدنا من إسرائيل فروقات الضريبة، حتى ما طلبناش فيها في رأس، وهذا حكي للنشر، ما طلبناش فيها أصلا. بالمقابل إذا أنا بتلاقي علي مخالفة بألف شيكل بتحبسني عشان أدفعها. طب يا سيدي روح جيب الملايين اللي لك مرمية، وين السر في الموضوع يا إياد؟ هلا طلع، هو كل موضوع التهرب في تواطؤ اخرى من التجار، وفي سوء اداره من الحكومه نفسها، وفي تواطؤ زي ما حكينا مع التجار الاسرائيليين، والاسرائيليين مستفيدين من قصه التهرب. بس الأسوأ في الموضوع انه انت حتى بالنوع اللي بتقدر تفرض عليه رقابه، يعني وزاره الصحه الاسرائيليه هي بتبعت لك فاتوره بدون ارقام، يعني بتم اقتطاع مثلا مخصصات العلاج اللي انت بتحولها على المستشفيات الإسرائيلية بدون ما يقدموا تفاصيل، يعني بعتوا السلطة بس أرقام بالضبط بالضبط، بعتوا الحكومة بس أرقام انه احنا عنا 100 مليون شيكل هاي تحويلات مثلا طبية، ما بتعرف تفاصيل هاي التحويلات ولا ايش، بتم اقتطاعها بشكل سلف من الحكومة، إضافة للثلاثة بالمئة على مجمل الدخل الضريبي اللي بروح للإسرائيليين بدل ما هم بديروا الحساب الضريبي. كانت فكرة الكاميرا، بمعنى أنه كان في خطاب للحكومة أنه شاشة يشوفوا عملية الإدخال للفواتير يطلعوا عليها، لأنه الفلسطينيين بروحوا على المخالصات الضريبية، الإسرائيليين بقدموا الفواتير مش الفلسطينيين، يعني هي الفواتير هي موجودة عند الإسرائيليين مش عند الفلسطينيين، بالتالي فيش حدا بيقدر يحسم موضوع كداش الحجم الفعلي بالضبط للضرائب اللي بضيع بضيع، واللي بتقدر تحصل عليه الحكومة بتحصل. الأسوأ في كل هالموضوع انه في خطاب اليوم صار اكثر انه نحو انه احنا بدناش نزيد الضرائب على الناس، بدنا نحارب التهرب الضريبي، يعني بمعنى نوسع الوعاء الضريبي الموجود في البلد اللي يشمل اكثر من الناس متهربين. وهذا برأيي ما فيش فيه كمان اي موضوع جدي، لان اذا بدي احارب التهرب الضريبي بدي اجيب كل ثقة، وكل بدي احارب كمان التحايل على قوانين الاستثمار. إذا في 450 شركة اليوم في البلد مستفيدة من الإعفاءات الجمركية والضريبية بفعل أنه قانون الاستثمار، إذا الواحد بنى غرفة جنب المصنع بيعتبر تطوير، وبيمشي كمان 20 سنة أنه معفي من قوانين الاستثمار. والأهم من هيك، إذا أنت بدك تطور اقتصاد صمود، يعني مش هاي اللغة اللي كمان الحكومة اليوم بتحاول تسوقها، أنه طول الوقت الناس بيقولوا فيش تنمية تحت الاحتلال، والتنمية وخطاب الحكومة تنمية مستدامة، شوي الأمور صعبت كثير، صرنا نحكي عن اقتصاد صمود. اقتصاد الصمود ما بتديره البنوك، ما بزبط تديره البنوك، يعني البنوك ما بتطور اقتصاد صمود، واللي موجود في البلد هو اقتصاد اللي بتديره البنوك بشكل أساسي، يعني بمعنى في لاعبين اللي هم خفيين هذول، بس هم اللي بديروا مجمل العملية الاقتصادية في البلد وشكل الاقتصاد وكيف تم تحويله. واللي بغيب عن الموازنة بجوز بلشنا نحكي فيه الأول، طب الدين العام مين راقم دين عام، مين عنده هاي الشرعية راقم على بلد تحت الاحتلال وسلطة تحت الاحتلال؟ وهذا مش الناس قاعدين بيجتهدوا انه هي تحت الاحتلال ولا مش تحت الاحتلال، الحكومة نفسها بتقول احنا تحت الاحتلال، وبتروح بتراكم على البلد 4 مليار تقريبا هاي ديون. يعني مين اللي بعطي هاي الشرعية لبلد انه ناس محتلين وتحت الاحتلال وبتتداين عشان تعيش؟ يعني كمان هاي معضلة، واحدة من المعضلات اللي هي الناس ما في رقابة عليها، ما في احتجاجات عليها، بتتفاجأ بالصدفة بالسيف تعرف الناس بلشاني لا ما هو الناس بدين الخاص، أقول لك كيف بدين الخاص مش الدين العام، الدين اللي علي وعليك أنا يعني. لا الناس هذا فوق الثلاثة مليار أو أربعة مليار، تعرفش كديش وصل هالكيت حجم الديون اللي للبنوك على الناس، بمعنى أنه بنوك عايشة على بيع، يعني بيعين قروض الموجودين، البنوك الموجودة اليوم هي بيعين قروض بنحكي عنهم.
بس انت كمان الناس اللي بدفعوا ثمنه هذا الحكي، لانه انت بالصدفة بتروح بتعرف بيجي وزير المالية هيك بعز الازمة بقول لك والله في علينا فوائد للبنوك 200 مليون دولار. طب من وين بدك تدفع ال 200 مليون دولار؟ هي من مخصصات الشؤون الاجتماعية، وهذا اللي كنا بدنا نحكي عنه، انه التقشف بطب في الناس الفقراء اللي هم مش بقطاعات منظمة، بمعنى انه اليوم في برامج في وزارة الشؤون الاجتماعية تم توقيفها، ولا حد في البلد بدري، ولا حد في البلد بيعرف انه مثلا صندوق الطوارئ للعائلات الاكثر فقرا هاي اللي بتنشأ او نتيجة الظروف تم توقيفه من شهرين، موقف البرنامج. الحكومة بترفع بخطاب اللي هو زيادة عدد الاسر الفقيرة على قائمة الشؤون الاجتماعية، بمعنى انه احنا حكومة عندنا 90,000 اسرة بدنا نخليهم 125,000 اسرة، بس الحكومة ما بتقول كيف بدها تخليهم 120 او 125,000 يعني اسرة. الحكومة بتشير دائما انه انا والله بدعم هذول. بالضبط انا بدعم، بس كيف بدها تزيد الرقم؟ لانه العائلات المحتاجة واللي عدد افرادها كبير واللي معدمة اللي هي بتتقاضى بالحد الاقصى 600 شيكل من الحكومة. اعلى حد تتقاضى 600 شيكل من وزارة الشؤون الاجتماعية. عشان نرفع العدد ل 125,000 لازم تصير هذول الناس ياخذوا 400 شيكل. يعني بمعنى ما في موازنات جديدة اللي هي موجودة. إذا أنا بعرف أعمل تقشف من هالنوع وزيده، بنرجع للسؤال ليش بقدرش أعمله في الأمن؟ يعني هاي اللي بتصير المعضلة الأساسية في البلد. طيب. إذا الحكومة بدها تقود اقتصاد مواجهة واقتصاد صمود، أنا برأيي ما بتقودوش البنوك ولا عبر انه البلد تغرق بالدين العام، لانه هاي قضية ثانية. اذا احنا غرقنا البلد بالدين العام بنصير نشبه لبنان، يعني بتصير بلد عمره عدد سكانه 4 مليون وديونه المحلية 50 مليار. نعم 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 بالضبط. فراس، لو ظل الوضع على ما هو عليه الان لوين ممكن نروح؟ ولو افترضنا بصورة متفائلة جدا ونحلم احلام اليقظة انه بده يجي عندنا حكومة مختلفة الملامح، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار يعني تحالف مع ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، الضفتين من تعرف الضفة والضفة وغزة، يعني إذا هالتحالف رجع لكينونته ورجعنا يعني عضوية واحدة وشكل واحد، قبل ما ندور على عضوية الدبليو تي وندور على عضويتنا احنا ببعض، مدننا تتوحد وهمومنا تتوحد كشعب تحت الاحتلال، بالسيناريو الأول وبالسيناريو الثاني تقديرك وين ممكن الأمور تكون بي يعني بنظرة متفائلة جدا هيك خلينا نقول؟ إذا بنظرة متفائلة يعني أقل إنه طبعا نحن نتمنى المصالحة وحدة وطنية عرضية طبعا سياسية وطنية، لكن بالمعنى الاقتصادي والموضوع يكون إحنا فينا إضافة لعجز، بمعنى إنه حتى ميزانية حكومة حماس في قطاع غزة عندها عجز، الحكومة بتمول من الخارج حوالي 450 اذا صحيح الرقم، صحيح تقريبا نص مليون دولار. فهذا بتمول بالعاده من خلال تمويلات خاصه بتمر لحكومه حماس. هلا ما عنديش قدره اتاكد انه هاي التمويل نفسه راح يستمر، حتى انه حماس صار في وحده مع فتح صار حكومه وطنيه، يعني معنى هذا ممكن صفي كمان الاطراف اللي بتمول هذا الموضوع، مش معنيه تمول ممكن يحرض بالاتفاق لانه هو اصلا بمولك، هو بمولك لانه احنا يعني متخاصمين متحاربين. بالضبط. فاذا اصطلحتوا ببطل مولك. فبين عن عجز من هناك عندنا كمان موظفين راح تتم اضافتهم على الموظفين الموجودين، احنا بنحكي على 208,000 بين اجور ورواتب، معنى حتى كمان موضوع الشؤون الاجتماعيه يحملهم. بس احنا نضيف كمان نفس يعني قيم منيحه من اعداد الموظفين عند حكومه حماس نفس الشيء. في الحال عندنا كمان ممكن فرضوا اطراف المناحين يحرضوا نتاج انه صار في عندنا وحده وطنيه ويتم وقتها وقف التمويل، وعشنا كنا نظام 2006. صحيح صحيح. فاذا هذا كمان سيناريو اقتصادي الموجود بيكون في حاله تكون توقف موضوع الرواتب. هلا اذا بده يكون اكثر تفاؤلا، انا برايي الحكومه بيكون لها شقين، شق سياسي وشق اقتصادي. الشق الاقتصادي هو يجب ان يعمل على خطه تنميه لصمود المواجهه، مش هي خطه تنميه. احنا استمر في هذه الناحيه، احنا رايحين على ازمه اجتماعيه كبيره خلال السنتين القادمات فلسطينيين في الموضوع هذا. هلا بالسيناريو المتفائل اقتصاديا هو استمرار تقطع الرواتب، مع انه دائما حتى تقطع الرواتب انه حولوا ما حولوش نزل راتب ما نزلش راتب، بالتالي انه في الموظف بنتظر اخر الشهر لقمه العيش، ما انقطع عنه تماما حتى يبلش يفكر في خياراته. يعني في هناك جزره قدامه منيح، الصوت على ظهره، طبعا الصوت شغال على ظهره في الموضوع.
وهو بيستنى والبنوك تستنى كمان. البنوك يعني لما موظف ينزل 2000 شيكل بالحادثه المشهوره بيصفي له 5 شيكل في حسابه. فاذا الحكومه تدفع للبنوك يعني الراتب نفسه حتى البنوك والشركات تخليك اعمال. طبعا هذا اصلا يعني نتيجه السياسه الطويله والمغالاه في الاقتراض والى اخره. فاذا احنا نشهد احنا كمان مره طبعا فقاعه من رام الله العقاريه راح توقف طبعا لانه راح بطل في هناك في داعي لاستثمارات هائله في الموضوع العقاري. ممكن نشهد أزمة في قطاع السيارات نتاج أنه كله مربوط في موضوع البنوك وإذا عجزوا الناس عن تسديد القروض نفسها رح صفي السيارات نفسها صفها قدام الموضوع. وكمان رح يكون لاحقا في موضوع أنه يخف السكن في التركيز على رام الله وانتشاء أرفع الموضوع. هل هذا إيجاب ما أي معنى أنه أنت ما في داعي تفرغ كل الضفة الغربية حتى تركزها في رام الله ككفاءات وموظفين وبتصفي مدن ما فيها كفاءات سكانها في الشمال في الجنوب عندنا حيتين كمان في الموضوع حتى صفوا هم بتاكلوا في غلاء اسعار رام الله اللي هو اغلى من باقي المناطق. يعني كمان اذا قارنا الاسعار مثلا مع الخليل او مع جنين مثلا كرام الله بتلاقي في فروقات هائله في الاجارات في الاكل في الملابس في كل شيء في كل القضايا هاي. وبالتالي حتى الدخل اذا كان اعلى شوي نسبيا عماله بنحرق في السوق هذا بصفي بالاخر كل تراكم قيمه المضاف اللي بنحكي عنها في الاقتصاد وعند التجار عند الشركات الكبيره في الموضوع اللي زي ما تفضل اياد هي بالاخر معفاه من الجمارك والضرائب. واحنا حاليا احنا هلا بنحكي انه في شروط للسماح لراس المال الاجنبي بالانتقال بحريه. بالتالي احنا ما في يمكن يضل حتى الاموال هاي. يعني لو لاي مستثمر اجنبي او بتمتع بجنسية اجنبي قرر انه يحمل مصرياته ويطلع بيطلع ما عندنا مشكله معه في الموضوع ما عندنا احنا اي قيود على حركه راس المال الاجنبي في الموضوع. لو بنوك قررت تسكر وتخلص موضوعها باريحيه بالتالي احنا ممكن يعني كم مستثمر منيح عملنا هزه اقتصاديه ضخمه نتيجه انه هو قرر انه يروح. والقطاع الخاص كان ذكي لوح فيها السنه الماضيه لوح انه الحكومه يجب عليها وقف اجراءاتها ولا احنا راح يكون في هناك تحركات من قبل القطاع الخاص. والمعنى في الموضوع هو سحب الاستثمارات اللي متاحه في الموضوع. هم بيهددوا بسحب الاستثمارات اللي اصلا فيها احتكارات. يعني احنا ما في مستثمر في القطاع الخاص عندنا هون الا تقريبا عنده شبه احتكار سواء كان برخصته او بالقوانين اللي بتشجعه على الموضوع هذا كمان. وللاسف انا يعني بحب اشوف الشركات تخسر بس فيش ولا بنك بيخسر يا اخي البلد. يعني معقول بس احنا بعد عندنا المواطن الخسران والبنوك الربحانه؟ يعني بالحسبه المفروض انه كمان في نوع من التحمل في الموضوع. بتروح يعني ماشي احكي في شغله صغيره كمان على موضوع الحمايه الاجتماعيه والمسؤوليه الاجتماعيه بتصفي الموضوع اعلان في جريده ملون وجهاز كمبيوتر راح ينعشر يعطوه لمركز نسوي ولا شبابي في قريه. يعني المسؤوليه الاجتماعيه ما تطورت حتى تصفي كمان توجه تنموي انه يشتغلوا في قضايا تطويريه في قضايا فكريه في قضايا زراعيه ما شابه ذلك. هي نمط من انواع الدعايه في الموضوع. نشوف اياد بسيناريو متفائل برضو لو هيك حصلت تلك المعجزة يا سيدي وهالانقسام روح ورجعنا مع بعض وحبايب وصحاب شو ممكن يصير؟ لا هو تحميل الانقسام الأزمة المالية يعني ليس تحميل إنما هو يعني نظرة يعني تفاؤلية. لا زي ما حكى فراس يعني إنه في انقسام جديد في حكومة جديد استقطبت ممولين جداد لهاي الحكومة اللي هم ممكن في مرحلة لاحقة يستنكفوا. وبالتالي إذا بتحكي عن حكومة بتحكي عن موازنة واحدة بدها تحمل الموظفين الموجودين هين وموجودين هين ولا يعني أنت بتحكي بتصير بدل ما 76 ألف في القطاع الأمن بجوز تصير تحكي عن 120 ألف لحاله بقطاع الأمن. بالتالي زي ما حكى فراس إنه إحنا الانقسام أو حل الانقسام مش الحل السحري لحل المشكلة الاقتصادية تحديدا أو تخفيض العجز في موازنة الحكومة لأنه معروف فيها كم من دولة بالخليج هلم تدفع. هو الأخطر بواجهه الفلسطينيين إنه التضامن السياسي مع القضية الفلسطينية. يعني اليوم العرب علنا بدفعوش بلتزموش حتى هاي التضامن اللي إحنا بلشنا نخسره. وبرأيي هاي كمان فيها خطورة كتير منيح يعني بغض النظر ايش الاسباب اللي احنا جزئيا الحكومات العربية بطلت تخشى من موضوع انه احنا اذا ما ساعدنا فلسطين ما نصرنا الاقصى الى اخره انه بصير في ردات فعل. اليوم في عندك بس الجزائر نسبيا او الجزائر وعمان وممكن السعودية في مراحل معينة بس في أسباب تقدير قادتهم لهذا بس في أسباب نتحمل إحنا جزء كمان منها كفلسطينيين اللي هو يعني خذ الانقسام واحدة إدارة الملفات السياسية بشكل أو بآخر إشي ثاني. فالسيناريو المتفائل هو اللي بده ينتج عن الصمود الناس كديش قدرة الناس على الصمود مع حكومة عندها استعداد لو بالحد الأدنى تقود نوع من المواجهة الاقتصادية مع الاحتلال.
يعني هي احنا دائما بدنا نحكي احنا حتى النقد دائما انتم بتنقدوا السياسات الحكوميه وبالاخر ما في بدائل. احنا دائما نحكي احنا طبعا الحكومه هي مسؤول اول واخير عن الموضوع، ما دام انه بيحكي المنصب تكليف يتكلف ويتحمل مسؤوليته في الموضوع، من اخطا يحاسب بالاخر. لكن احنا بدنا نحكي انه احنا عندنا امكانيات لموضوع الزراعه، تطوير الزراعه، زيادة عدد الدمات المزروعة، مع أنه هي توفر نوع من الأمن الغذائي للمواطنين، توفر نوع من السلة الإنتاجية تسدد فيها أقل جزء في المضار الإسرائيلية. نجي نحكي عن جانب تاني هو تطوير المشاريع الصغيرة، مع أنه عندنا عدد كبير من الناس اللي عطينا عمل وخريجين جامعات. يتسوى صندوق تمويل حكومي وطني، مش حكومي، وطني، يدعم يعطي تمويل للشباب يقدموا مشاريعهم فوائد جدا قليل، حتى بكونش كمان فوائد البنوك الاستهلاكيه، فوائد تجاريه 87% توصل الفائده، بتدفعها بالمناسبه الحكومه نفس النسبه في الموضوع. وبالتالي ممكن الشباب نفسه باختراعات، بافكار، بمشاغل، بمصانع، بمحلات، يحقق دخل ويسوي نوع من اراده يساهم في الناتج المحلي في الموضوع. نحكي عن موضوع احنا وقف الاستيراد المبالغ فيه الصيني على الاقل. نعم. نحمي تجارنا في 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 في, في الضفه الغربيه وقطاع غزه، ونحمي كمان طبعا بيئيا وصحيا، يعني هذا المحور هذا لحاله بده تفاصيل. نحكي مثلا تشجيع احنا موضوع انه اعفاء الضريبه والجمرك يكون موجه للانتاج والصناعه وليس فقط للخدمات وراس المال. كل احترام، أشكرك. وضيوفي في الاستوديو كنت معي من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية الباحث فراس جابر والباحث يادي الرياحي، شكرا لوجودكم معنا اليوم. شكرا لك. وهي الحلقة موجودة يا سيدي على اليوتيوب، ومنشوف. شكرا. منشوفكم بعد سنة، منشوف وين وصلنا يا سيدي إذا رب العالمين راد. أهلا وسهلا فيك وشرفتونا مرة ثانية. شكرا لمحمد أحمد اللي كان معي في الإنتاج، وشكرا للزميلة مادلين أبو حطب اللي ساعدتنا في إنتاج هذه الحلقة. راح نكون معكم الخميس القادم بنفس الموعد. هذا طلعت علي، ويحييكم والسلام عليكم. شو بتعرف عن الاقتصاد؟ وشو بتعرفي عن الاقتصاد؟ شو بتعرفوا عن الأسعار وعن السياسات والقرارات؟ أنت الاقتصاد، أنت الاقتصاد، لنعرف أكثر عن الاقتصاد. شعارنا في برنامجكم المحاور الاقتصادي، معلومات أكثر، خيارات أكثر، حياة أفضل. في كل خميس تمام الساعة 2 بعد الظهر سأكون معكم أنا طلعت علوي في برنامجي الأسبوعي المحاور الاقتصادي، وعلى أثير أحلى FM.